يوم النتيجه كنت واقف على شط الميه عمال تحدف طب في الميه، هطلع الاول لا هطلع التاني، هطلع الاول لا هطلع التاني، ولاحظت ان في دايره عماله توسع كده، ما حطتش في بالك الموضوع والحمد لله ربنا كرمك وطلعت الاول. قررت انك تشهيص نفسك، رحت جبت شويه بلالين وقعدت تنفخ تنفخ تنفخ، لاحظت برضو ان البالونه حجمها عمال يتغير، حجمها كده عمال بيزيد، فقررت انك تروق على حالك. رحت جبت ازازه بيبسي وقمت فاتح الثلاجه جايب مكعب ثلج وحطيته، بصيت لقيت المكعب ده عمال يقل، ابعاده عماله تقل، عمال بينكمش كده يعني بيتغير، فقررت انك تفهم الموضوع ده يعني ايه، وهو ده موضوع درسك النهارده. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثاني ثانوي. ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الأول تفاضل، معدل التغير. الدرس ده ايه هدفه وبيتكلم عن ايه؟ الدرس ده بيقول لك انا لو معايا معادلة وعوضت بقيم سين وقيم سين دي اتغيرت اكيد قيم صاد هتتغير. تمام، معدل التغير ده بقى تجيبه ازاي؟ معدل التغير ده اللي هو تغير الصادات اللي حصل على تغير السينات. يا استاذ ده اللي سمعتها قبل كده دي. هو الميل، هو اللي انت تقصده الميل. والله طب ليه يا استاذ ما قلناش الميل سالب معامل سين على معامل صاد وخلصنا؟ لان الميل اللي انت خدته قبل كده ده مع المعادله الخطيه اللي هي من الدرجه الاولى، انما لو ادالك معادله من الدرجه الثانيه هتقدر تجيب الميل؟ لحد دلوقتي لا يا استاذ. طيب تعال نشوف كده نوضح شويه مفاهيم قبل ما نشتغل شرح في الدرس. لو انا حضرتك عوضت عن السين باتنين مش الصاد باربعه؟ لو عوضنا عن السين باربعه مش الناتج طلع 16؟ يبقى ايه هو تغير الصادات؟ الصادات لما اتغيرت دلتا دي يا شباب يعني التغير، دلتا تغير الصادات. لما تكون عاوز يا استاذ بنقول 16 ناقص 4 طلع الناتج كام؟ طلع الناتج 12. انت عملت ايه؟ انا قلت يا استاذ كان معايا السين ب 2 زودتها بقت 4، يعني عملت سين زائد زياده او نقدر نسميها سين التانية دلوقتي. لما عوضنا بيها ناقص سين الأولى لما عوضنا بيها وطلعنا القيمة. تمام، إيه هي دلتا سين؟ دلتا سين التغير في السينات اللي حصل. السينات كانت باتنين بقت باربعة، عشان تجيب التغير بتقول سين التانية ناقص سين الأولى. فبيسمي يا باشمهندس دلتا سين برمز اسمه هي. يبقى ايه هي هي؟ الزياده اللي حصلت في السينات او النقصان، بحيث ان اقول سين الثانيه ناقص سين الاولى، يبقى التغير الحته دي اسمها هي اللي هي دلتا سين. طب ده تغير الصادات اللي حصل هنا، دي كانت قيمه صاد الاولى ودي كانت قيمه صاد الثانيه. طب صاد الثانيه جت ازاي؟ صاد التانية يا أستاذ ناقص صاد الأولى. صاد التانية دي جت لما عوضنا بسين اتنين، دالة سين اتنين ناقص دالة سين واحد. طب سين اتنين دي كانت عبارة عن إيه؟ مش عبارة عن سين واحد زائد اله؟ سين واحد زائد اله اللي حصلت؟ أيوة يا أستاذ، سين واحد زائد اله. قال لك بس هو ده يا هندسة التغير. يبقى لو ابتدينا شرح في الدرس بقى، ايه هي دالة التغير؟ دالة التغير دي بنرمز لها بت ه، وبتبقى عبارة عن قيمة صاد التانية اللي طلعت لما عوضنا بسين والزيادة ناقص قيمة صاد الأولانية اللي أنا مديها لك. مش فاهم يا أستاذ؟ حضرتك أنت كان معاك سين باتنين صح؟ صح، زادت بقت أربعة. تمام، الأربعة ده هي عبارة عن اتنين زائد الزيادة اللي حصلت. الأربعة ده هي بنكتبها اتنين زائد هي. يبقى قيمة الصاد لما عوضت طلعت بستاشر، يبقى ستاشر ناقص أربعة هي هياها،
دالت 2 زائد ه ناقص دالت 2 يعني لما تعوض. يبقى اول قانون عندك اسمه داله التغير، يعني سيب المجهول موجود. طب ايه هي داله متوسط التغير؟ بنرمز لمتوسط التغير بميم. من الاخر هو الميل، والميل ده كان بيجي من داله س زائد ه، يعني ص الثانيه ناقص ص الاولى لما تعوض بالقيمه ويطلع الناتج على ه. ه دي اللي هي فرق السينات. انت ملاحظ بقى انك خدت داله التغير ت قسمتها على ه، ده اللي انت عملته. ايه هو معدل التغير بقى؟ بينكتب بالعربي. معدل التغير ده بيساوي نهايه ه تقترب من الصفر المتوسط. هو ده معدل التغير. يبقى تاني، جبنا داله التغير قسمناها على ه ادتني متوسط التغير، جبت النهايه للناتج اللي طلع بقى اسمه معدل التغير. تعال ناخد القوانين دي قانون قانون ونقول امثلته ايه وافكاره ايه. اول قانون معانا قانون داله التغير. يعني ايه داله التغير؟ بنقول له يا استاذ داله التغير دي عباره عن طرح الصادات من بعض، صاد اللي جت بعد الزياده ناقص صاد قبل الزياده. طيب صاد بعد الزياده بنجيبها ازاي؟ لما بنعوض س لما زادت، يعني بنقول له س ومعاها ه ناقص داله س. هو الراجل جاب س قال لك بتلاته، فانت ممكن تقول له داله التغير عباره عن داله تلاته زائد ه ناقص داله تلاته، وممكن تحطها س زي ما كانت. وتيجي يا باشمهندس داله تلاته زائد ه يعني ايه؟ في الداله دال شيل السين وحط تلاته زائد ه. قلت له يبقى داله تلاته زائد ه بتساوي، همسك دي احسبها لوحدها الاول، حسبتها بتلاته زائد ه اس 2 بشيل السين واحط القيمه، 3 في 3 زائد ه زائد 4 صفيها. قلت له 9 ه تربيع موجب 6 ه ناقص 9 ناقص 3 ه زائد 4. جمع كده اللي زي بعضه دول راحوا، يبقى ه تربيع زائد 3 ه زائد 4. كده انت جبت اول جزء من القانون. تعال نجيب الجزء الثاني، دالة 3 يبقى 9 ناقص 9 زائد 4 طلع بكام؟ ب 4. بس طبق قانونك بقى. يبقى التغير دالة التغير بتساوي دالة 3 زائد ه طلعتها به تربيع زائد 3 ه زائد 4 ناقص دالة 3 ناقص 4. جمع اللي زي بعضه، هي دي يا باشمهندس دالة التغير. طيب ممكن يجي يقول لك هات لي قيمة التغير بقى لما تحط مكان ال ه 2 من 10. ركز ركز في الاسم، دي اسمها ايه؟ ت 2 من 10. ت 2 من 10 يعني شال ال ه وحط 2 من 10. ما تيجي نعمل كده يا باشمهندس، نشيل ال ه ونحط 2 من 10. يبقى 2 على 10 اس 2 زائد 3 في 2 على 10 4 على 100 زائد 60 على 100 يطلع الناتج 64 من 100. دي يا شباب 6 على 10 بس انا وحدت المقامات عشان اجمعهم، طلعت بتساوي 60 على 100 زائد 4 على 100 ب 64 من 100. تاني حاجة عاوز قيمة التغير. التغير ده يا باشمهندسين ليه قانون. قانونه ايه؟ قيمة التغير لما يطلب منك قيمة التغير مش دالة التغير، دي دالة س التانية ناقص دالة س الأولى. يعني إيه؟ يعني خد يا باشمهندس دي س، دي س الأولى ودي س التانية، عوض فيهم بالمسألة. يعني هنعوض بواحد وأربعة من عشرة أس 2 ناقص 3 في واحد وأربعة من عشرة زائد 4 ناقص، لما تعوض بالواحد عوض بالواحد كده هيبقى واحد ناقص 3 زائد 4. طلع القيمة يا باشمهندس هتطلع ب 24 من 100. تاني حاجة معانا دالة متوسط التغير. فرق بقى ما بين دالة متوسط التغير وقيمة متوسط التغير. دالة متوسط التغير بتجيب دالة التغير تقسمها على ه، إنما
قيمة متوسط التغير كأنك بتجيب الميل بالظبط، فرق الصادات على فرق السينات، التغير الرأسي على التغير الأفقي كأنك بتحسب الميل. تعال نشوف مثال. لو كانت دالة س بتساوي كذا، أوجد دالة عايز دالة. ماشي يا أستاذ، نجيب لك الدالة. هتجيبها ازاي يا هندسة؟ هنيجي أول حاجة يا عم أحمد نجيب له دالة س زائد ه، مديك س باتنين، هات له دالة اتنين زائد ه، عوض هنا يعني وصفيها، يبقى س زائد ه اتنين زائد ه، لو كتبتها س عادي وسبتها مجهول عادي، زائد تلاتة في اتنين زائد ه ناقص واحد. فك القوس ده، الأول تربيع الأخير تربيع الأول في التاني في اتنين، ستة زائد تلاتة ه ناقص واحد. جمع اللي زي بعضه، طلعت به تربيع زائد سبعة ه، وهنا عشرة ناقص واحد موجب تسعة. هات له يا باشمهندس دالة اتنين. انت ملاحظ انا بحسب كل حتة من دي لوحدها الاول. جبنا دالة اتنين يعني عوض بالاتنين. قلت له اربعة زائد ستة ناقص واحد طلعت بتسعة. هات له بقى دالة التغير. يبقى التغير يا أستاذ قيمته بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س. ماشي، طلع به تربيع زائد سبعة ه. هو عاوز متوسط التغير. يبقى متوسط التغير يا عم أحمد بكل بساطة بيساوي دالة التغير اللي طلعت اقسمها على ه. فقمت واخد اله مشترك واتشالت مع اله اللي تحت كده اتكنسلت، يبقى الناتج ه زائد سبعة. تمام. تاني حاجة عاوزها بيقول لك هات لي المتوسط لما تعوض مكان اله باتنين من عشرة، لأن اسمه متوسط ه، يبقى ه باتنين من عشرة، يبقى اتنين من عشرة زائد سبعة بتساوي سبعة واتنين من عشرة. تمام يا أستاذ، كده أنت جبت له المطلوب الأولاني. طب المطلوب الثاني، انا عاوز متوسط التغير. قال لك ده لا لا، لما بتتغير من كام لكام؟ من اربعة ونص لتلاتة. قلت له بسيطة، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين له الميل، هنيجي نقول له دالة تلاتة ناقص دالة اربعة ونص على تلاتة ناقص اربعة ونص. دالة تلاتة يعني شيل السين وحط تلاتة. قلت له يبقى تسعة زائد تسعة ناقص واحد ناقص شيل السين وحط أربعة ونص، يبقى أربعة ونص أس اتنين زائد تلاتة في أربعة ونص ناقص واحد على طرح دول تلاتة ناقص أربعة ونص سالب واحد ونص. طلع القيمة يا باشمهندس يلا على الآلة الحاسبة، طلعت بتساوي واحد وعشرين على الاتنين. ده كده قيمة التغير. آخر قانون في حصتك النهاردة قانون معدل التغير. تعال نشوفه بيتكلم عن إيه. بيقول لك المعدل ده هات نهاية المتوسط. المعدل هات نهاية المتوسط. يبقى إحنا لازم نجيب لك الموضوع من الأول يا أستاذ. نجيب لك دالة س زائد ه. س مدهاني؟ مديها لك باتنين، يبقى هات دالة اتنين زائد ه. شيل السين وحط اتنين زائد ه، أس اتنين ناقص تلاتة في اتنين زائد ه. فك القوس وصفي، الأول تربيع الأخير تربيع الأول في التاني في اتنين، ناقص الاتنين في تلاتة بستة ناقص تلاتة ه. جمع اللي زي بعضه، ه تربيع زائد أربعة ه ناقص تلاتة ه به ناقص اتنين. ماشي، بعد كده هات له دالة اتنين. دالة اتنين هنا أربعة ناقص ستة بسالب اتنين. القانون بيقول ايه بقى؟ بيقول نهاية ه تقترب من الصفر. دالة س زائد ه، قلت له هي يا استاذ، ه تربيع زائد ه ناقص اتنين ناقص دالة س، قلت له ناقص السالب اتنين، السالب في سالب بموجب، كل ده على ه. الاتنين دي راحت، خدنا ال ه مشترك، اتبقى ه زائد واحد على ه، شلنا ه مع ه، يبقى النتيجة طلعت بتساوي نهاية ه تقترب من الصفر ه زائد واحد، شيل السين وحط صفر، يبقى الناتج طلع بيساوي واحد. يا رب تكون القوانين الثلاثة واضحة.
بس كده يا باش مهندس، هم دول القوانين اللي بيتكلم عليهم الدرس. تعال بقى نشوف تمارين صعبة عليك في التصفية. إذا كان دالة س بتساوي 3 على س ناقص 2، أوجد دالة متوسط التغير لما تتغير من س لس زائد ه. قلت له يا أستاذ بجيب لك أول حاجة دالة س زائد ه، يعني بشيل السين وحط سين زائد ه. بعد كده بجيب لك دالة سين، تمام. بعد كده قال بعد كده يا باشمهندس تقدر تجيب الدالة عادي خالص، متوسط التغير دالة سين زائد ه ناقص دالة سين على ه. نيجي بقى لمشكلة توحيد المقامات والتصفية. بص يا باشمهندس الموضوع سهل قوي، مفيش في حاجة. عشان توحد المقامات بتضرب دول في بعض كده، وتضرب دول في بعض، وتضرب دول في بعض، بس واحدة واحدة معايا، واحدة واحدة. هنضرب اللي تحت ده هم في بعضهم، اضربهم كده في بعض. س زائد ه ناقص 2 في س ناقص 2، تمام. س ناقص 2 لما نضربها في واحد تفضل زي ما هي. طيب الواحد لما ينضرب في دول يبقى سالب س ناقص ه زائد 2. شفت سالب واحد ده سالب اهو، سالب واحد في س بسالب س، سالب واحد في ه بسالب ه، سالب واحد في سالب 2 بموجب 2. جمع يلا اللي زي بعضه، دول كلهم راحوا. كان كل ده مقسوم على ايه؟ مقسوم على ه، مقام البسط ينزل مقام. الدقة فوق هنا سالب ه على ه مضروبة في س زائد ه ناقص 2 في س ناقص 2، شلنا ه مع ه، يبقى الناتج سالب 1 على س زائد ه ناقص 2 في س ناقص 2، تمام. هي دي يا باشمهندس دالة متوسط التغير. طب أنا عاوز المعدل لما نحط مكان السين 5. قلت له المعدل بيساوي نهاية ه تقترب من الصفر، خد المتوسط اللي انت حاسبه، سالب واحد على س زائد ه ناقص 2 في س ناقص 2، تمام يا استاذ. حط مكان الس 5 واله 0، يبقى سالب واحد على 5 زائد 0 ناقص 2 3، 5 ناقص 2 3، يبقى الناتج سالب واحد على 9. يا رب تكون واضحه. طب يا باشمهندس لو كان سؤالك فيه جذر تربيعي تتصرف ازاي؟ برضو ما تتخضش ولا اي مشكلة. انت قانونك بيقول ايه؟ هو عاوز يا استاذ معدل التغير. معدل التغير كان قانونه نهاية ه تقترب من الصفر دالة س، س ب 25، يبقى 25 زائد ه ناقص دالة 25 على ه، تمام. تعال نجيب له بقى دالة 25 زائد ه. دالة 25 زائد ه بتساوي جذر 25 زائد ه. تعال جمع القانون بقى، نهاية ه تقترب من الصفر، جذر 25 زائد ه ناقص دالة 25، يعني جذر ال 25، يعني اهو يا استاذ المفروض بخمسة على ه، نحطها لك خمسة، بقت مسألة نهايات. جيت تعوض بالصفر طلعت المسألة صفر على صفر كمية غير معينة. ترمي الأول رجع، ترمي الأول رجع. هتتصرف في دي ازاي؟ مسألة نهايات فيها جذر تربيعي، ده مرافق يا أستاذ، هنضرب في المرافق. برافو عليك. يبقى جذر 25 زائد ه زائد 5 على جذر 25 زائد ه زائد 5. كان المرافق بنغير إشارة المنتصف. تعالى يلا نصف اللي فوق في بعضه. قوس سالب وقوس موجب خدنا سالب ربعنا اطرافه، يبقى جذر 25 زائد ه ناقص 5 اس 2 على ه مضروبه في جذر 25 زائد ه زائد 5. اس 2 لما شال الجذر من هنا اتبقى 25 زائد ه، واس 2 هنا خلى الخمسه دي 25. جينا نجمع 25 ناقص 25 دول راحوا، شلنا اله مع اله، اختصرنا بعد ما جمعنا اللي زي بعضه. بقت المسألة نهاية ه تقترب من الصفر،
واحد على جذر 25 زائد ه زائد 5، يبقى واحد على جذر 25 5 زائد 5، يبقى الناتج كله طلع بواحد على 10. مسألة فيها جذر برضو، عايز معدل التغير. ها نفس الكلام، قانونك بيقول ايه؟ قانوني بيقول ان نهاية ه تقترب من الصفر، دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه. الس معاك؟ ايوه. هتحط مكانها كام؟ هحط مكانها 9، هو قال تمام. بس هات لي دي بره الاول يا باشمهندس. يلا قلت له دالة 9 زائد ه دي قيمتها بجذر 9 زائد ه ناقص 5، يعني جذر 4 زائد ه. برافو عليك. يلا جمع له القانون. نهاية ه تقترب من الصفر، جذر 4 زائد ه ناقص جذر، لما تعوض هنا جذر الأربعة 2، دالة 9 يعني في الدالة الأصلية عوض ب 9، 9 ناقص 5 4، جذر الأربعة 2 على ه. جينا يا أستاذ نجيب النهاية نعوض مكان اله بصفر، طلعت صفر على صفر، كمية غير معينة. هنضطر نضرب في المرافق يا أستاذ. 4 زائد ه زائد 2 على 4 زائد ه زائد 2. هنضرب اللي فوق في بعضه. قوس سالب وقوس موجب، خدنا السالب ربعنا أطرافه على ه مضروبة في جذر 4 زائد ه زائد 2. الأربعة راحت واله كمان راحت، اتبقى لي 1 على جذر 4 زائد ه زائد 2. هنشيل اله ونحط صفر، يبقى 1 على 2 زائد 2 طلعت بتساوي ربع. يا رب تكون واضحة. نكمل يا شباب. لو كان مسألتك بقى فيها أس كبير، خلي بالك أنا بكلمك في المشاكل اللي هتقابلك، إنما التعويض كل المسائل هتلاقي نفس الحلول الأولى. أنا بكلمك بقى عن المشاكل اللي ممكن تقابلك. أحيانا تبص تلاقي جذر كسر أس كبير، تتصرف في الحاجات دي إزاي؟ تعال نشوف مسألتنا دي. أنا عايز معدل التغير، اكتب القانون. نهاية ه تقترب من الصفر، دالة س زائد ه ناقص دالة س على اله. طب ما تيجي تجيب له دالة س زائد ه الأول بره. دالة س زائد ه الس مديها لك يا عم أحمد باتنين، ماشي نحط مكان الس 2، يبقى 2 زائد ه أس 5. ها يا معلم تقدر تفك القوس أس 5؟ لا ما اقدرش. خلاص طبق قانونك. يعني اللي ما عرفوش اطبق قانوني فيه؟ على طول. نهايه ه تقترب من الصفر، داله س زائد ه ب 2 زائد ه اس 5 ناقص داله س، يعني حط مكان الس 2، 2 اس 5 على ه. فاكر يا هندسه ان دي كانت نتيجه في الترم الاولاني؟ كنا بناخد يا استاذ القوس، كان في ناس بتطلعها بمجرد النظر وناس تقول لي انا هاخد القوس اخليه يقترب من رقمه واشتغل. اليمين نفسه اليمين واليسار نفسه اليسار، الاسس متساويه، الاشاره سالب، يبقى الاس اللي فوق على اللي تحت في الاساس، الاس اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى الناتج 5 في 16 ب 80. قدر يحسب معدل التغير وطلعه ب 80. يا رب يا باشمهندس الموضوع يكون واضح لحد دلوقتي. إن كانت دالة س بتساوي 1 زائد أ س زائد ب س تربيع، وكان التغير لهذه الدالة من 3 إلى 2 يساوي 7، وكان معدل التغير بيساوي سالب 9 عند س تساوي 3. قلنا له يا أستاذ إحنا نجيب لك دالة التغير، هي كان قانونها إيه؟ الس بكام هنا؟ قلت له الس ب 3، يلا نعوض ب 3. دالة 3 زائد ه 1 زائد أ في 3 زائد ه زائد ب في 3 زائد ه أس 2. تعال نفك قوس تربيع. 1 زائد 3 أ زائد أ ه زائد القوس تربيع، الأول تربيع الأخير تربيع الأول في الثاني في 2، ب تضرب يبقى 1 زائد 3 أ زائد أ ه زائد 9 ب زائد 6 ب ه زائد ب ه تربيع. بعد كده يا هندسة نقدر نكمل لك بقى قانون يا أستاذ. دالة التغير بتساوي
اللي أنا طلعته ناقص اللي هو مدهوني، عوض مكان السين 3 ناقص 1 ناقص 3 ألف ناقص 9 ب. جمع يلا اللي زي بعضه يا باشمهندس. اللي يجي بعد السالب لازم يروح. كل ده يا أستاذ طلع بيساوي ألف ه زائد 6 ب ه زائد ب ه تربيع. تمام. بيقول لك بقى كان المعدل ده بسبعة لما السين اتغيرت من 3 إلى 2. يعني إيه؟ يعني اله بتاعتك بتساوي 2 ناقص 3 يعني بسالب 1. حط مكان اله سالب 1 يبقى سالب أ ناقص 6 ب ناقص بقت موجب موجب ب. ليه؟ لأن سالب أس 2 بموجب. نجمع اللي زي بعضه. 7 بتساوي سالب أ ناقص 5 ب، نغير إشارات الطرفين يبقى أ زائد 5 ب بتساوي سالب 7. تمام يا أستاذ. قال لك دالة التغير اللي انت جبتها وكان معدل التغير بسالب 9. معدل التغير كان بيساوي ايه؟ نهاية ه تقترب من الصفر. دالة التغير اللي انا طلعتها اللي هي دي أ ه زائد 6 ب ه زائد ب ه تربيع على ه. اللي انا طلعته دالة التغير اللي انا صفتها على ه. خد ال ه مشترك، اتبقى أ زائد 6 ب زائد ب ه على ه. عوض مكان ال ه بصفر، قلت له أ زائد 6 ب، قال المعدل ده كان قيمته بسالب 9. قلت له لا، طب ما انا معايا معادلتين اهمت، طب ما نشتغل بيهم مثلا بالطرح. لو طرحنا أ ناقص أ راح، 6 ب ناقص ب بباء، سالب 9 ناقص السالب 7 بسالب 2، كده اللي جبت قيمة باء. هقدر اعوض في اي واحده اجيب قيمه الف. الباء بسالب 2 يبقى الالف طلع بيساوي مثلا هنا سالب 12، لما تعدي باشاره مخالفه يبقى موجب 12. 12 ناقص 9 بتساوي 3. كده انا جبت قيمه الف بكام وقيمه باء بكام اللي هو كان عاوزهم. هو كان عاوز الف وباء. يا رب تكون واضحه. طيب المسائل اللفظيه بقى يا استاذ. يعطى حجم مزرعه للبكتيريا عند اي لحظه نون بالدقائق بالعلاقة دالة نون بتساوي 2 نون تكعيب زائد 100 ميلي جرام. أوجد معدل النمو اللحظي عند نون تساوي 5. عايز معدل التغير يعني. قلت له تمام، معدل التغير نجيب لك دالة النون عندي بخمسة. 5 زائد ه يبقى 2 في 5 زائد ه أس 3 زائد 100. بعد كده هنكتب قانون معدل التغير. نهاية ه تقترب من الصفر اللي أنا طلعته 5 أس 3 ب 125 في 2 ب 250 زائد 100 بسالب 350، لأن اللي أنا طلعته ناقص اللي هو مديهولي على ه. تمام يا أستاذ. يلا يا هندسة جمع دول. بقت نهاية ه تقترب من الصفر 2 في 5 زائد ه أس 3 ناقص 250 على ه. مش ممكن ناخد الاثنين مشترك؟ ممكن. اتبقى لي نهاية ه تقترب من الصفر 5 زائد ه أس 3 ناقص 125 على ه. مش دي نظرية يا هندسة؟ القوس يقترب من رقمه اليمين نفسه اليمين، اليسار نفسه اليسار، الأسس متساوية، الإشارة سالب. يبقى 2 في 3 على 1 في 5 أس 2. ال 2 في 25 ب 50 في 3 ب 150. يبقى معدل النمو اللحظي 150 ملي جرام. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. ممكن يخش بقى على المساحات والحجوم. فاكر الطوبة اللي كنت بتزقلها في المية في أول الحصة؟ أيوه. كان بيحصل إيه؟ الدايرة مساحتها عمالة توسع. تمام. ايه هي بقى مساحة الدايرة؟ مساحة الدايرة باي نق تربيع. طب محيطها 2 باي نق وهكذا. طيب لو انا طلبت منك مربع مثلا، المربع مساحته طول الضلع في نفسه، محيطه طول الضلع في 4. المحيط
طول الضلع في 4. المستطيل، المستطيل ده هو مشكلة الدرس ده، هنقول لك على لغزه بعد ما نشرح لك المساحات وبس، خلاص الدرس كده يبقى في جيبك يا معلم. المساحة يا أستاذ الطول في العرض، المحيط الطول زائد العرض الكل في 2. المثلث، المثلث يا أستاذ حضرتك أنت مديني إيه بقى؟ مديني زاوية وضلعين، يبقى نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية اللي ما بينهم. طب أنا كنت مدينك مثلث قائم، نص حاصل ضرب ضلعي القائمة. طب افرض أنا كنت مدينك الثلاث أضلاع، كنا بنجيب نص المحيط في جذر، نص المحيط ناقص ضلع، في نص المحيط ناقص ضلع، في نص المحيط ناقص ضلع. لو أنا كنت مديلك الثلاث أضلاع يا هندسة كده مثلا، ديتك ألف شرطة وب شرطة وجيم شرطة، كنت بتجيب نص المحيط، هاخدي نصف المحيط، المحيط اللي هو بنجمع الأضلاع، وتقول له المساحة بتساوي جذر نص المحيط ده في نص المحيط ناقص ضلع، في نص المحيط ناقص ضلع، في نص المحيط ناقص ضلع. ماشي يا سيدي الناس؟ ده لو كان مديلك الثلاث أضلاع، وده مش هتشوفها. طيب الدايرة يا أستاذ محيطها 2 باي نق، مساحتها باي نق تربيع. طب الكرة ملهاش مساحة جانبية، المساحة الكلية 4 باي نق تربيع، والحجم 4 3 باي نق تكعيب. طب المكعب، المساحة الجانبية 4 لام تربيع، والمساحة الكلية 6 لام تربيع، والحجم بلام تكعيب. ده لو كان مديلك المكعب. يلا يا هندسة نشوف مثال كده المستطيل. خلي بالك في مسائل المستطيل، لو انا جيت مثلا قلت لك مستطيل طوله ضعف عرضه، فالناس هنا قابلها مشكله كبيره. رسموا المستطيل وقالوا يا استاذ ان طوله ضعف عرضه، ففي واحد جه عمل ايه؟ قال ان الطول س والعرض نص س، نص س. واحد تاني قال لا احنا نقول ان العرض س والطول 2 س. للاسف في درسك النهارده ما بيطلعش في الاخر نفس الاجابه، تطلعش نفس الاجابه. طب ايه الحل؟ انا في الامتحان هعرف هو عايز بدي ولا بدي ازاي؟ الراجل ريحك في الحته دي وقال لك معدل التغير في المساحه بالنسبه لطوله، يبقى الطول ده هو اللي هنحطه في س. لو جه قال لك معدل التغير في المساحه بالنسبه لعرضه، يبقى عرضه ده اللي هتحطه س. يعني انا الجمله دي انهي مساله بتاعتها؟ دي يا استاذ. طب ودي انهي مساله بتاعتها؟ الطول هو اللي هحطه في س، يبقى المساله دي يا استاذ. يبقى دي دي رسمتها ودي دي رسمتها. يا رب يكون واضح. يبقى المساحة هنا هتساوي نص س تربيع، إنما المساحة هنا هتساوي 2 س تربيع. يا رب يا باشمهندس تكون واخد بالك من الملحوظة دي وحطها ما بين عينيك. لوح رقيق على شكل مستطيل طوله ضعف عرضه. فقمت جاي يا أستاذ راسم مستطيل، أنت قلت له طوله ضعف عرضه، ماشي، أوجد متوسط التغير في مساحته عندما يتغير طوله. طوله يبقى طوله س، يبقى هنا عرضه نص س. هو عايز معدل التغير في المساحة، ماشي، المساحة بتساوي نص س تربيع، هي دي اللي هبدأ أشتغل عليها. عاوزين يا أستاذ لما يتغير من 15 ل 16 ونص، أنت عايز متوسط التغير ولا معادلة ولا الدالة؟ لا أنا عايز متوسط التغير. سهلة بقى يا أستاذ، متوسط التغير بيساوي لما نعوض بال 16 ونص ناقص لما نعوض بال 15 على ال 16 ونص ناقص ال 15. ليه؟ لان انت عايز متوسط التغير، ما انتش عاوز دالة متوسط التغير. يبقى نص فيه 16 ونص اس 2 ناقص نص فيه 15 اس 2 على 16 ونص ناقص 15 اللي هو 1 ونص. احسب الكلام ده كله على الآلة الحاسبة يا باشمهندس، يطلع بيساوي 63 على الأربعة. ده قيمة متوسط التغير. تعال نشوف آخر مسألتين معنا بيقول إيه فيهم. إذا كان دالة 2 ب5 ودالة 2 و3 من 10 ب7، فإن التغير إيه؟ قلت له التغير هو دالة س زائد ه ناقص دالة س، يعني 7 ناقص 5. ليه؟ لأن هقول له دالة 2 و3 من 10 ناقص دالة 2 بس، يبقى الناتج طلع ب2 بمنتهى البساطة. طب أنا عايز متوسط التغير. متوسط التغير، التغير اللي حصل معانا يا أستاذ اللي هو الـ2، اقسمه على ه اللي هي الزيادة،
من 2 ل 2 و 3 من 10، مش يبقى هنا في 3 من 10؟ ايوه، يبقى الناتج 20 على 3. بس كده، بس كده، من غير داله ولا حاجه. انت معاك كل حاجه اهو، محتاج ايه تاني؟ اذا كان ميم واحد هو متوسط التغير، متوسط التغير يعني الميل. انت ملاحظ يا باشمهندس ان ده خط مستقيم؟ يعني الميل من هنا هو نفسه الميل من هنا، هو نفسه الميل من هنا، نفس الميلان في كل حاجه. ايوه يا استاذ. فمعنى كده انت استفدت ايه؟ ميم واحد هو متوسط التغير، يبقى الميل الاول نفس الميل الثاني نفس الميل الثالث، او متوسط التغير الاول هو متوسط التغير الثاني هو متوسط التغير الثالث، ولو في مليون حاجه كده هيكونوا زي بعض، لان ده مستقيم يعني نفس الميل. اتمنى يا هندسه ان اكون قدرت افيدك في الدرس، ونتقابل ان شاء الله مع حل تمارينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.